الإنجليزي البديل بدعة. بدعة؟ بدعة. شنو بديل؟ أولاً شوف راح أقول لك شغلة، إحنا جيش، إحنا ما نمشي بطلبات مستمعين. نعم. إحنا جيش ما عندنا ديمقراطية، إحنا عندنا طاعة عمياء. أنا خطط لك وسوقك وتستشهد وأنت الممنون. أنت متطوع لحماية بلدك. نعم. إحنا عندنا بالحالة الاعتيادية نسبة خسائر 5% بالحالة الاعتيادية بالسلم. نعم. وبالحرب إحنا شفنا إيش قد أنطينا شهداء وإيش قد أنطينا جرحى ومعوقين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، وهذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا من داخل العراق من زاخ وحتى الفاو على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل هاي الشاشة. أما من يسكن دول المهجر والأشقاء العرب من الخليج العربي حتى المحيط تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. أما من لم يستطع أن يحصلنا على أرقامنا الأربعة فعند محاولة لأن يتواصل ويانا عن طريق هذا الرقم، رقم الواتساب ما مخصص للاتصال، يعني إذا دق علي ما يدق يمي الجهاز، يمي ما راح تسمع صوت ولا راح نقدر نستقبل به مكالمة صوتية ولا راح يبين عندي أنه أنت دقيت علي فعليا إلا ما بعد ما تني المكالمة يلا يجيني الإشعار. إضافة إلى ذلك أي رسالة صوتية ما أقدر أشغلها يمي بالبرنامج، وأي فيديو ترسله على هذا الرقم ما راح أقدر أظهره للشاشة لأن هذا رقم البرامج. يعني تريد تشارك ويانا بالموضوع اللي احنا دا نحكي به تكتب لنا رسالة، إذا ما قدرت تدق علينا على أرقامنا الثانية أتمنى تكون الرسالة في صلب الموضوع وتكون متبوعة بمكانك واسمك حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. جمعة عناد وزير الدفاع بالحكومة في بغداد اللي طلع قبل شوية وصرح تصريح الشهير أنه ماكو ديمقراطية بالجيش، أتصور أنه يقصد بالنسبة إلى طاعة الأوامر العسكرية، أتصور يقصد أنه الخطط العسكرية أو الأوامر العسكرية تنفذ دون نقاش. لكن الكلام صحيح في كل جيوش العالم، لكن الغير صحيح يقول أنا خطط لك وانت تنفذ وتروح وتموت وانت الممنون. هنا الطامة الكبرى، يعني دايماً على الجندي أو دايماً على المنتسب أو دايماً على ما أعرف. من المفترض أنه أي دولة تحترم نفسها بالعالم، أي وزير دفاع يحترم نفسه بالعالم ويحترم حكومته ويحترم بلده وأبناء بلده يقول أنا الممنون ودولتي الممنونة أنه أكو فلان راح نتدمه وروحه ونفسه لأجل هذا البلد. مو يجي يقول لك لا أنت الممنون لأنه أنت راح تموت نتيجة الخطط اللي أنا أضع لك إياها. هاي رقم واحد. رقم اثنين بالنسبة إلى الخطط العسكرية، يعني من المفترض أن تكون أكو خطط عسكرية رصينة رزينة صحيحة أنه لما تدخل في معركة تكون أنت ربحان، بس أنه أنت تدخل بمعركة بخطة عسكرية هي خطة الأرض المحروقة وتهجر الناس وتدمر البنية التحتية، هاي مو خطة عسكرية، هاي تهدمت وطلعت. التهديم اللي صار بالمحافظات العراقية صار بالحرب العالمية لما صارت بعد ماكو خطة عسكرية، اكو قصف واكو صور بالانترنت عن آثار الحرب العالمية وش صار بالدول اقصاها هيروشيما او كذا كاواساكي اقصاها هاي. لكن تجي تقول له انه انت تروح ولازم الجندي او المنتسب بالجيش او بوزارة الدفاع العراقية يعرف انه هو طاب لهالمكان هذا، ما دام هو تطوع او تنسب لهالمكان هذا هو رايح يموت، شغله ان يموت. زين اذا مات شلون راح يدافع عن الوطن؟ مفروض الخطط العسكرية تفكر شلون تقلل الخسائر، المفروض الخطط العسكرية تفكر شلون تحمي الناس، المفروض الخطط العسكرية تفكر شلون المدن والبنى التحتية هي رقم واحد، ثانيا حياة المواطنين، ثالثا حياة الجنود اللي جوا ايدك، حتى انت من تطلع من المعركة انت ما تعطي خسائر على البلاش وتقعد تكون لجيش من جديد ويجيك جيش بدون خبرة. همينة
تعتبر خبرة للجنود حتى يقدرون يدافعون عن البلد وعن الحدود بمعارك أخرى لا سامح الله إذا صارت حروب ثانية. أما أنه أنت صار هذا التصريح يعني هيجي صار الدم العراقي رخيص، هذا السؤال اللي أريد نوجهه. أبو أحمد من العمارة حياك الله. ممتن الحي. السلام عليكم أستاذنا الفاضل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أشكرك وأشكر قناة الرافدين. حياك الله أخوي. وأشكر قادركم وأشكر أشكركم جزيل الشكر والاحترام لكم، لأنكم أنتم أول شيء أنتم وآخر شيء تضعون معاناة العراقيين فقط. يعني واجبنا أنتم الأب. أنتم الأب لأنه أنا عدة مرات أخابركم، لأنه ذلكم هم عليكم، هذا الثقل عليكم، يعني لا تواخذوني وتحملوني في دروحكم. نعم. لأنه أنا قاعد أناشد من العمارة قناة الرافدين، منبر قناة الرافدين البطلة، اللي تشوف معاناة العراقيين، اللي والله تعبتنا الدولة، تعبتنا الحكومة في دروحنا، تعبنا كلش تعبنا. أنا سبق وأن خابرتكم وناشدتكم وقلت لكم يعني حالة ساءت الحالة دي على المرضى وانتهيت والله. وهاي المرة الثانية خابركم في دروحكم، خلونا على حالتي، لأنه بعد ما بقالي ببقى عندي هالمرضى هذول، وانا عندي وردت سبوقه تعيش عيش بها الاطفال المرضى عندي، وانا احتارت في الدنيا، لان هاي الدوله انتهت، الدوله ما تبوا على بشر ولا تبوا على مريض ولا تبوا على فقير، التهت بس بالبوق وبالنهب والتهت بالطرمقه. واحنا شنو ذا المثال؟ انا اناشد من العماره القناه منبر قناه الرافدين البطله، واريد تشوفون حالتي في دروح لكم، الله يحفظكم ان شاء الله، لانه تعبت الله وكيلك الساد. وهاي المره الثانيه انا ادذر حقلي وادذر حملي عليكم، لان انا هالمره قناه الرافدين اطلع حقي، ولو نعم. انتم اعلاميين وما عندكم شيء، بس اريد انتم يعني السلطه الضعف عندكم، اريد تشوفون نعم. حالي، لانه انت عادت هذا روح عليه ما يسوي لي يفتح لي باب، وهذول المرضى انتهيت معكم، وهذا بيتي قاعد بيتجاوز رطوبه، كلتني الرطوبه اخذتني من وليت، انا استاذ من وليت، انا عمكم اخوكم تعتبروني وليه مال من هذول المخانيف اللي الدوله هاي اللي ما تتفت على فقير، يعني انا عندي مرض اثنين وعلاجهم مطول بالشهر 600 واخذ 125 سوي. قل انت كون موقف صار، انت كون موقف شو تسوي؟ نعم في دور حكم، وانا هذا المنبر الرافدين اذا ناجي، وانا الله وانتم استاذ. حياك الله اخوي. وصلت الرسالة. أيوة. وصلت الرسالة. أيوة. ان شاء الله يسمعوك، وشكرا جزيلا لك ابو احمد. مناشدة من ابو احمد للمرة الثانية على التوالي بحلقتين متواليات حول قضية اولاده، يعني اصحاب مرض وعيب، وهو يعني يعتمد على راتب الرعاية الاجتماعية اللي ما يوفي قيمة علاج واحد من عندهم. فأتمنى أنه أحد الأشخاص اللي يهتمون بهذا الأمر أو المسؤولين عن هذا الأمر يجيبون مناشدة أبو أحمد. شكراً لانضمامك لنا. المهم، فالقضية بما يخص جمعاناد يقول أنا أخطط لك وأسوقك، يعني بما معناه أنا أحط الخطة وأنا أقول لك وين تروح وين تجي، وأنا أقول لك وين تطي وجهك، وأنت تروح تموت وأنت الممنون. إذا وزير الدفاع اللي مسؤوليته أن يحمي الناس، مسؤوليته هو والجيش الجو إيده، مسؤوليته هو والقيادات العسكرية ورئاسة أركان الجيش، مسؤوليتهم ذولا أن يحمون البلد من الشرور الخارجية. يعني أي خطر يداهم البلد، يداهم العراق من أي جهة كانت من جهات الأربعة الخارجية، المفروض جمعة عناد هو المسؤول الأول عنه. فلما يطلع لك جمعة نادو يقول لك أنت تروح تموت وأنت الممنون، لعد هاي غير مؤسسة هي معنية بحماية الناس، وتقول لك روح موت وأنا ما لي علاقة بك، هو أنت الممنون، محملك منية يعني أنت دا تموت. عندنا اتصال. أبو عبد الله من صلاح الدين، حياك الله. شلونك أخي العزيز؟ هلا بيك أخوي. صح الأحوال أغاتي. حولنا على الاستوديو. انت على الهواء اخوي حبيبي. انت السلام عليكم. عليكم السلام اغاتي. شلونك
مسعود حبيبي. هلا الحمد لله اخوي العزيز بخير. تفضل تفضل. انتم من تقولون مؤسسه ومؤسسه وجيش وجيش، مو جيش هذا استاذي، هاي منظمه مع عصابات وتحكمنا احزاب عصابات مافيا. نعم الحمد لله على شنو؟ الحمد لله على كل حال، بس مو تحكمنا مافيا. تجينا ماكو، يجينا من ايران يحكم بالعراق، يجينا من اليمن يحكم بالعراق، يعني العراق ما بي قاده ما بي ضباط. نعم زين، بس هم نفس الضباط كانوا دور صدام حسين، هم نفسهم بهاي الدوله نفس الشيء، ما غيرنا كل شيء، يلعب على 100 حبل. نعم زين، شو نغيرنا؟ نغير، لازم نغير هذا البشر كله، هذا الشعب كله نغيره، لان تجي الانتخابات راح يسوي كذا ويسوي كذا ويسوي كذا، ويطلع لك الكاظمي راح يسوي كذا. بس ابو عبد الله خلينا نكون واقعيين، يعني هولاكو لما احتل بغداد صارت بها مصايب وانكتلوا ناس، والنهر صار ازرق من الكتب اللي انشمرت به، وبغداد احتلت اكثر من مره. انت اليوم الاحتلال الامريكي اللي صار للعراق، هو ما جت امريكا بحدها، جت ويا 60 دوله، 60 دوله طبت لك واحتلت هذا البلد وسلمت البلد على طبق من ذهب الى ايران، واصبح البلد محتل من اكثر من جهه. لكن انت تيجي تقول لي احنا لازم نغير الشعب، زين الشعب، اغلب الشعب اليوم منزوع السلاح، اغلب الشعب اليوم مغلوب على امره، اغلب الشعب اليوم بدون خدمات، اغلب الشعب اليوم يطلع اذا يقول لك اريد وطن ده ينكتل، وانت شفت اللي صار بثوار تشرين. اذا يعني احنا نذب اللوم على الشعب. الو الو وياك استاذ العزيز. نعم اسمعك ابو عبد الله اسمعك. اقصد لك الشعب من روح يبيع الصوت ماله ب 50,000 او 25,000 ماكو. زين انت من تنتخب؟ وين تشوف الصح يلا تنتخبه؟ زين ابو عبد الله بالنسبه للانتخابات يعني الاخيره يقول لك 19% من قيمه الشعب العراقي او اقل راحوا انتخبوا. 50,000 شو دور؟ ابو عبد الله، ابو عبد الله انت بدك تحكي يعني عن حالات. يعني انا ابيع لك صوتي من نجي علي كان من الجزائريه، انت تقول لي انا اشتريت منك بفلوسي. ابو عبد الله انت بدك تحكي عن حالات. نعم من قطع الاتصال يا ابو عبد الله، كنت احاول ان اسال هاي النقطه، انه هو يقصد اللي بيع صوته، هذا دا يبيع البلد، لانه دا يبيع صوته ودا ينتخب ناس ما يستحقون فدا يبيع البلد، هذا دا يقصد ابو عبد الله. لكن إذا نريد نسأل السؤال الصحيح، يعني بالانتخابات الأخيرة أقل من 20 و19% اللي شاركوا بالانتخابات، فيعني أنت عندك 20% ذول اللي مثلا راحوا انتخبوا، إذا كان هذا الأمر صحيح، لأنه حتى ذول 20% يقول لك صار بها تزوير، وحتى ذول 20% اللي انتخبوا الجماعة الأحزاب والكتل السياسية والميليشيات ما راضين عليهم. المهم يعني أنت عممت 20% على 80%، 80% رفضوا وما راحوا وما انتخبوا وما قدموا أصواتهم ولا طمس الصبع بشي تحبر، هذا نسيته. وال20% قلت ذولا لازم نغير شعب كامل، هذا اللي ردت أقصده لك أبو عبد الله. لكن نرجع إلى جمعة عناد. جمعة عناد يقول الجندي والعراقي يستشهد وهو الممنون، وأنا أخطط وأسوق وهو ينفذ وأنا مالي علاقة. زين أزيدكم من الشعر بيت. حادثة العظيم، جندي من الجنود اللي انغدروا بحادثة العظيم خابروا أهله من بغداد وقالوا لهم والله الجثمان ابنكم موجود ويانا بالتابوت، بس السيارة اللي تنقله من يمنا ليمكم ما بها بنزين، وإذا تردون ابنكم يجي لازم تجون تفولون السيارة ومفوليها وطالعين بالطريق للديوانية راجعين مفوليها. ومن واصل قال لهم والله احنا نريد نرجع، يقولوا امر قاطع العمليات موجود يمنا، نريد نرجع السياره هم ما بيها بنزين، اخذوا فلوس التفويله. يعني الشعب يقوم يصرف على الحكومه مثلا؟ صباح من بغداد حياك الله. صباح تسمعني؟ صباح
الو الو تفضل اخويا. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. يعني هاي التصريحات الوزير الدفاع تصريحات معيبة، يعني ولا تمثل وزارة الدفاع العريقة اللي عمرها أكثر من 100 سنة، يعني يطلع هيك وزير مع الأسف عليه حتى ما يعرف يحكي، لا عنده منطق لا عنده خطط، يعني يحكي سوالف مع الواحد قاعد مضيف ويسولف سوالف بكيفه، ولا كأنه هو وزير دفاع هو المسؤول على كل الجنود والضباط والخطط، ولازم يوفر لهم يعني مكان آمن، ولازم يوفروا لهم، لأن أنت تعرف وزارة الدفاع من أكثر الوزارات اللي تم صرف عليها مليارات الدولارات من أسلحة وتجهيز ونواظير ليلية وحرارية وغيرها، وشفنا احنا حادثة العظيم البرج ببلوك مصفطينة وبناء هيك بناء عادي قياسا بالبيوت اللي قاعدين بيها وزير الدفاع ووزير الداخلية ومدراء الأمن الوطني والأبراج المراقبة لهم ومنطقة الخضراء اللي يحموها بأبراج محصنة، الجندي ما حد يدير له بال، فيصبح بالأكيد سريسة سهلة للإرهاب، سواء إرهاب داعش أو إرهاب هيئة الميليشيات، هيئة الحشد الميليشياوية، لأن الجريمة والمجرم ضايع بيناتنا هسه، من المجرم ما نعرفه، يعني تاهم داعش وماعش وبيناتهم راحت الأوادم والجنود والمنتسبين يروحون ضحايا سهلة من وراء هذا التخطيط اللي يسولف، أي تخطيط أنت تسولف عليه سرية تعداد 11، يعني من يقبلها؟ من يقبلها بالعراق؟ من يقبلها سرية تعدادها 11؟ وقبل بيام النظام السابق كانت السرية تعدادها أكثر من 300 شخص، مقر سرية وأمور وأبراج ودوريات وسر الليل، ضيعهم كل شيء من 2003 لين خلهم يديهم بيد الإيرانيين، وأصبح هيك وزارة الدفاع خلي جنود بالتشول فوق على السعودية فوق بالعظيم على الحدود مع إيران، وما تعرف يقتلوهم بدر لو العصائب لو الدواعش، شون راحهم شون قتلهم أحد، شكل لجنة تحقيقية وأيضا حالها حال السابقات ما راح تكون بها أي نتائج ضد المجرمين، والجاي أصعب من اللي راح، يعني مو هاي وانتهت، بعد أكو جرائم راح يقوم بها الإرهاب، ووزير الدفاع عناد قاعد أهم شيء عائلته خارج العراق وراتبه والامتيازات والصفقات التجارية مع الأسلحة من يوقعوها ويأخذون ملايين الدولارات عليها، الرشاوي ما يهم سلامة الجندي شون ياكل شون هسه بردان، الأمان مالته النقاط مالته دوريات الأمر فوج وينه، ضابط استخبارات الفوج وينه، مقر لواء وينها، مقدم اللواء وينها، الحركات وينها، الفرقة وينها، اتصالهم طيران الجيش وين، ليش تأخرهم عليهم والنادم عليهم؟ إذن الكل مشترك بهاي الجريمة، هاي الجنود تروح ضحايا ولد الخايبة، يروحون ضحايا حتى المالكي يحكم وجمع عناد يحكم ووزير الداخلية يبقون يحمون محميين بغداد والجنود برا ضايعة، سواء بصحراء الأنبار أو بالموصل أو بحزام بغداد أو بديالة، اي خطط تخليها انت؟ يا خطه من سلمتوا 4 محافظات الداعش 150 مخبط من دواعش جم مسقطه من الموصل، يا خطط تخلوها انت والمالكي وامثله، دولة مو جيش، دولة مو عسكر، حتى اذا تتابع على الشريط اللي مالتهم مال خدمه تلقاهم كلهم مع الاسف يعني دعاوي عليهم مطرودين من الجيش كلهم، اللي ملازم اول انطرد واجى شد هسه فريق ركن، يعني يحط في سبيل ياخذ مستحقاته يحسبها خدمه كلها اللي وجوده بايران او هو مفصول وقاعد باوروبا، فجمع النادي يمثل هاي وزاره الدفاع العريقه، مع الاسف والله مع الاسف على العراق انه يحكمها جمع النادي وربع. نعم شكرا شكرا لك اخ صباح. ابو عراق من الفلوجه حياك الله ابو عراق. السلام عليكم اخوي العزيز. عليكم السلام والرحمه والاكرام اغاتي. والله مثل ما تحدث الأخ صباح هسه، والله مع الأسف على العراق هذا اللي قام يلزمونه وينه وين، والله مع الأسف مع كل الأسف. أنا من خلال هذا المنبر أريد أطمن أخويا أبو أحمد بن العمارة، أقول له أتمنى من الله نقدر نصلك أو تصلنا لهنانه، والله عين عيونه والله يتبشر، لأن هو واقع بمأزق، فإحنا أخوتك وإحنا أهلك وانت ان شاء الله هم اخونا. يا اخوي استاذ العزيز بالنسبه للجيش العراقي، والله مع الاسف اللي جاي يصير هيك، يعني انت وزير دفاع تتحدث بهيك منطق، بس عمهم يا وزاره مو ابد ولا يملكون الروح العسكريه المضبوطه، هذول
هذول من باب الشرجي يروح ياخذ رتب الله وكيلك وبفلوس بصفقات يحطن على كتفه ويروح يقدم. عمي يا جيش عراقي عمي، هم هذول حارب بالجيش، حارب بالشعار. عمي ما يهمهم، يهمهم بس جيوبهم والفلوس اللي يسرقوها، البوق اللي جايبوه. هذول ما يهمهم عم الشعب، هذول مو بحال الشعب. الشعب انا اقول لك بيناتهم متكاتفين، واحد يباوع الثاني. اما تقول لي حكومه، ماكو حكومه استاذ العزيز الله يخليك. احنا تحت ميليشيات، تحت عصابات. هاي مافيات عمي الله يخليك، مافيات بيناتهم. هسه شوفوا من يتعاركون بيناتهم، شوفوا التفجيرات وشوفوا الصواريخ، لكونهم متعاركين بيناتهم. يصافون ماكو شيء. بس ان شاء الله ان شاء الله حبلهم قصير، ان شاء الله يجي يوم نتخلص من عندهم ان شاء الله. عملنا بالله كبير ان شاء الله. وانا اشكرك اخوي العزيز. حياك الله اخوي العزيز. يعني هي المشكله وما بيها انه لما يطلع خاف احد يجي يقول انه مثلا القصه اللي حكيتها عن ذوي احد المغدورين في قضيه العظيم، انه ما طالبوا اهله انه يدفعون بنزين السياره اللي جابت جثمانه من بغداد الى 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 الديوانيه، وثلاث مرات دفعوها، مره ببغداد ومره بالطريق ومره من وصلوا قال لهم السياره خلصت بنزين، فقالوا لنا ياها ده نرجع لان فرغت. خاف واحد يجي يقول ماكو هيك كلام. عندنا فيديو يثبت هذا الشيء، اتمنى تتابعوه وتشوفون شنو الحكي اللي صار بيه. بينما يجهز الفيديو ويانا عبد الرزاق من باب الحياة. حياك الله. السلام عليكم. حياك الله غاتي. استاذ أثل، بالنسبه لتصريحات وزير الدفاع العراقي، هذه الصراحه معيبه. يعني مو تصريحات وزير حريص على اولاده اللي هم يعني شو مثل ما تقول حماه الارض والعرض. يعني انت لما نضحي بهم منطقه خاليه ومنطقه يعني هي معرضه للتهديد من قبل الارهاب، يعني ما هسه نحكيها بالمصطلح العام مبيوعين، الناس مبيوعين. لانه يعني انت ما موفر لهم كل شيء. يعني يقول لك حتى شو اسمه هذا الحاجز بالي بلوك هم الناس فانينه. فأي خس وأي نذالة من شخص يسمى وزير دفاع يضحي بجنوده. هذا ساد تحليلي عن الخاص. وياي تحليل الخاص هو اسقاط الجيش بنظر العراقيين ورفع من قيمة الميليشيات أو ما يسمى بالحشد. تصغير الجيش بنظر العراقيين بأنه جيش ما يقدر يدافع عن نفسه. وخير دليل قبل فترة أحد الضباط ومعروف هو من الضباط الدمج اللي ولاه مو للعراق، بايع الأسلحة والفرقة مالته الفرقة مالته بايعها للإرهابيين. فهذا دليل بأنه يبدون يكسرون معنويات الجيش بعيون الشعب العراقي ويلفون ويلمعون من صورة الحشد. حتى شنو يبقى الحشد بالصورة المحترمة والجيش يسطوه. فهذا معروف واللعبة معروفة من قبل جمعة عنات، من قبل المجموعة اللي تدفع جمعة عنات أن يكسر هيبة الجيش العراقي. لكنه الجيش العراقي يبقى مفخرة لكل العراقيين. وإن شاء الله اليوم ان شاء الله قريب لهم ونتخلص من هالزمره هذه اللي دمرت البلد ودمرت العراق. فان شاء الله يومهم قريب. تحياتي لك. شكرا لك استاذ عبد الرزاق. اخبروني الشباب بالاخراج والكنترول انه الفيديو الثاني جاز، اللي انا اقصد به انه اهل المغدور في محافظه الديوانيه وهم يتكلمون انه سيارة الجيش أو سائق سيارة الجيش تطلبهم أن يفولون البنزين إلها وثلاث مرات. تابعوا الفيديو ويانا. البارحة التواصل الاجتماعي دار موضوع أنه جثة الشهيد عبد الله وصلت لبيته بالمطار، خذوا منه فلوس البنزين. بين مؤيد بين رافض هذا الكلام. واليوم جينا مع عائلته
الشهيد اللي اعطى نفسه دم، طبعا ال 100 الف ما لها قيمه هي. يا وزاره الدفاع احنا ما الناشد السياسي، الناشد اذا اكو عسكري عسكر صديق يعرف العراق ويحب الوطن، هذا الشهيد اللي اعطى نفسه للوطن دم، هاي عائلته تيجي تقول له اعطيني فلوس بنزين؟ هاي رساله لوزاره الدفاع، الى مفتش وزاره الدفاع، الى كل مسؤول شريف. طبعا وين اخ كريم؟ سولف لنا، الناس تقول ماكو كلام. كان السياره هاي موجوده، سياره الدوله هاي موجوده، بس بنزين ما بيها. تريدون نوصل الله فوقك. اي نوصل جثه الشهيد لبيته، تمرون بمحطه البنزين تفولونها. فولناها داخل بغداد. محطة المنصور. المنصور. وصلنا للديوانية قال. محطة الديوانية هم فولناها مرة ثانية. السيارة تحتاج بعد بنزين. مردحة. اي كملناها النوب مرة ثانية بنزين. يعني هذا شيء من عنده هو الساير. وصل هنا كان موجود قائد عمليات قال السيارة تحتاج بنزين. ما رجعت. ما رجعت. تعطونا فلوس وتروحون تفولون وياني. يعني هاي ما اعرف انا هذا يعني كان مسؤول موجود هناك من حكي هم المطار المثنى المطار المسؤول عليهم المفوض هاي رساله لوزاره الدفاع الى العالم كله خلي يشوفون هذا حال الشهيد بفلوس يجيبونه سياره مال الحكومه شنو سياره هي كان فورت سياره فورت عسكريه ما تحرك الا فلوس الا بنزين بنزين هم بيا حال الشهيد دافع عنك وعني وطى نفسه دم دم من هالبلد هذا تعال اعطيني فلوس بنزين والله بالله اكو دوله تستحي على نفسها تجيب واحد دفع نفسه وروحه ودمه وماله لأجل هذا البلد حسب ما تدعي حسب ما تدعي هي هاي الحكومة أنا أقصد حكومة انطى نفسه راح مات تقول له تدفع فلوس يلا يجيب للأهل تدفعون فلوس لا يجيب لكم الجثمان مالته كان المفروض تدخل يا أنا أم يوسف من كركوك أتمنى ترجع لنا حتى نسمع صوتها ونفتهم شنو المداخلة مالتها حول هذا الموضوع يعني عناد من طلع يقول موضع جريمة العظيم محصن وما حدث هو يحصل لأول مرة في تاريخ العراق وأكو برجين فارغين وأكو بالمقر كاميرا حرارية ونعتقد أنه الإرهابيين دخلوا وكتلوا الحراس أو الحارس في مدخل المقر بسلاح كاتم يعني ما أعرف ليش الوزير اليوم من يطلع وزير أو مستشار أمن وطني أو وزير داخلية أو وزير دفاع لما يطلع وأنت عندك خلل أمني انت عندك مشكلة اكو ناس ماتت اكو انفجار صار اكو ارهابيين هجموا اكو سيارة مفخخة اكو عبوة نازفة اكو ماطور او دراجة ملغمة ما اعرف ليش من يطلع يحسسني انه هذا الوزير هو عبارة عن مراسل صحفي واقف قدام الناس والله احنا السيارة تحركت من النقطة اليف الى النقطة باء وانفجرت بالنقطة باء وادى انفجار السيارة إلى مقتل وإصابة هالقد من الناس أو يجي يقول لك معسكر في المكان الفلاني دخلوا لمجموعة من الإرهابيين ودخولهم أدى إلى مقتل هالقد عدد أنا ما أريدك تحكي هاي الأمور الناس عرفتها الصحافة نشرت كل شيء ليش؟ من السبب؟ شو سويتوا؟ شو راح تسوون؟ أهلهم ذولا اللي راحوا بالمعسكر شنو شو راح يعني شنو اللي راح تسووه بحيث تعوضوهم عن أرواح أبنائهم اللي راحت؟ هذا اللي المفروض نسمعه بس يطلع يقول لك لا إذا أنت تموت أنت الممنون يعني محمل المواطن من نية أنه دا يموت أبو علي من الناصرية حياك الله شلونك حبيبي شوفتك الله يخليك شلونك هلا بيك يا الغالي الله يخليك عايش وشافك رحم الله والديك أنت العايش أخوي أستاذ شوف قبل الجند العراقي أنا خدمت في الجيش ترى نعم قبل الجند العراقي الاحترام يعني الحقوق يعني جيش نظام يعني هذا هسه اللي عندك الجندي ما له احترام لان انا اقول لك شلون هسه انا مرات يعني من اطلع اشوف مثلا اطلع بغداد اطلع المكانات يعني على اساس الميليش يعني هو مسيطر على الجيش نعم. يعني على اساس احنا اقوى من عندكم ورايته استاذ نعم وياك فدولة هذا الوزير الدفاع هذا يعني إنسان نائب ضابط مو يعني هو هذا إنسان نائب ضابط يعني هذا أنا أقول لك يعني لا عليم يعني شيء يعني لا يطلع قاعد يعني شوف إنت هاي الوزارة مال الدفاع
الله وكيلك فساد يعني. نعم انقطع الاتصال يا ابو علي. رجعت ام يوسف دقت علينا لكن انقطع الاتصال من عندها مره ثانيه. شكرا الى ابو علي والى ام يوسف. طبعا جمع ناد طلع وقال انه ماكو فضائيين بالجيش. بس احب ارجع بالزمن الى عام 2014 الى تصريح عضو لجنه الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي في تلك الفتره اللي هو اليوم انتخبوه نائب اول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي. قال انه لجنته لجنه عضو الامن والدفاع بديش الفتره عفوا شخصت ظاهره الفضائيين ورفعت تقارير وتوصيات الى جهات مختصه لمحاسبه من يقف وراء هذا الامر، لكن نفوذ بعض القاده العسكريين وارتباطهم باحزاب مشاركه في الحكومه السابقه عطل اجراءات المراقبه. وأشار أن التدهور الأمني اللي شهد العراق بعد سقوط محافظة نينوى بيد الجماعات المسلحة مما كشف الوجه البشع للفساد المستشري في المؤسسة العسكرية، وشدد أنه يجب على وزير الدفاع التطهير الوزارة من المفسدين. وتحدث منتسبين عن وجود فضائيين يعطون رواتب إلى القادة حتى ما يداومون، هو السبب في اللي صار بالمحافظات العراقية. فأتمنى من السيد جمع ناد يطلع لنا ويقول لنا شلون ماكو فضائيين بالله. رانيا من باب الحياة الله. علي من باب الحياة الله أخوي. ألو السلام عليكم. هلا بيك غاتي. والله بالنسبة للأوضاع الحالية هسه جاي الصيف بالحكومة يعني فاتوه كلش. نعم. يعني ما أدري شو أحكي لك. يعني التنازعات بينات السياسيين في يوميا انفجارات، والله ملينا من هذا الوضع. نعم. والقادة القادة لا أبالي لا أبالي، أرواح العراقيين بالمجان بالمجان أستاذ، يعني بعد ما بس أحكي بس نقول حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. ومشكور أستاذ عزيز. شكرا شكرا أخوي علاوي. أبو سيف من كركوك حياك الله. الله يحييك. هلا بيك، حيا أصلك. تفضل أبو سيف. والله بريد شوية ال أنت على الهواء مباشرة وياك المذيع أفل الصقر، تفضل أغاتي. الله يسعدك. ويسعدك يا غالي. تسمعني؟ أسمعك كلش زين. والله ابن عمي هسه الجيش مو مثل قبل. الجيش طبت بيها فساد. نعم. فساد المالي. نعم. اي فمو يعني مو تقول يعني مو هم القادة يعني. نعم. كل مكان اذا فساد جيش ما يقدر يسوي شيء. نعم. نعم. احنا هسه ابن عمي كسواق. ايه. يعني نمشي بالشارع كسيارات كبار. تعال شوف شو يسوون بينا. مثل شنو يعني ابو سيف؟ يعني مثلا انت محمل مواد مثلا يقول لك محمل طماطم باذنجان ما شنو يقول لك هذا ممنوع، ويجي عرق يفوت، مخدرات يفوت، ادمي يفوت، ما حد يحاسبه. انت شايل شيء رسميات يحاسبوك، ممنوع ما حد يحاسبه. نعم. والجيش ما تقدر تحكي وياه. نعم. اي يعني الدولة بس على الفقير مو ما اوكي يعني قلت لك قانون ما عندنا بالعراق، كل واحد يحكم بكيفه. نعم نعم. طيب
نعم نعم شكرا شكرا لك ابو سيف. ابو علي من البصره حياك الله يا ابو علي. اخي السلام عليكم اخ اثل. عليكم السلام والرحمه والاكرام اغاتي. يعني انا اتحدث لك عن شغله العسكريين وشغله الجيش. نعم. انا عسكري لحاجي وصار لي 17 سنه بالجيش. الو الو وياك اخوي العزيز اسمعك. انا صار لي 17 سنه بالجيش. نعم. صوبت صوبت بالحرب. نعم. انت ما تدري حال الجندي شنو صاير بي. مسوينا الجندي كانما هو مو خادم عندهم، وانما يقول مأجرينه يشتغل عندهم، يموت مكانه ما حد يغرض بي ولا واحد يتنوع له. نعم. ارسال ما يسوون له، اذا ما يعطي 50,000 يلا يسوي له ارسال. ما يشيلونه بسياره اذا ما يعطي رصيده بالعشره، يلا يشيلونه بالسياره يودونه للمستشفى. انت تدري بالجندي شو مسوين بي؟ ابو علي انت تقصد الجريح بالجيش يعني ما ينشال من ارض المعركه اذا ما يدفع فلوس؟ هو الجريح يبقى ما حد يتنوع له بارض المعركه، ما حد يتنوع له، بس رب العالمين ينقذه الا ابو علي. يعني على كلامك هذا الجندي من يلبس جعبه ما يحط بها مشط، يحط بها شدات فلوس على مود خاف يتصوب يجيب الارسال مالته. ايوه اي والله والله ارساله ما يشيلونه. هسه هو مو جريح ومريض ويدخل. انا هسه صابتني امراض اشكال غير الجريح. نعم. ايه يا اخي الجندي ما تدري بيه شنو مسوين بيه. يردونه بس كون يبطل، يردون يهربونه، يردون يخلونه يجزع من نفسه حتى يبطل. هذا القصد مالهم. ما حد يتنوع له ولا واحد له علاقه بيه. نعم. ايه فانا راح احكيك. انا انسان جريح وصابتني امراض كثيره من وراء جرحي، فماكو تروح لهناك بكيفك، يعني تظل مكانك ما حد يشيلك ولا حد يتنوع لك. لو تخليه يقول لك تروح على مود ياخذ راتبه. نعم نعم. اي والله هذا حالنا ترى الجيش، هذا الجدي حاله حال الضيم، يعني محارب من كل الجهات وما حد يسمعه وما حد يشكي، وين ما يروح محارب يعني ما حد يريده، يردونه يبطل شلون ما كان يبطل. نعم. وانا اشكرك اخ افت، مشكور. شكرا شكرا لك ابو علي. ام يوسف من كركوك رجعت لنا مره ثالثه، حياك الله يا ام يوسف. هلا حياتي. هلا بيك يوم. سعد. أنا رأيي الأستاذ أزل شلونك؟ الحمد لله نحمد الله على كل شيء، أنت شلون شيمة؟ تفضل. الله يسلمك غالي عافيك. أقول لك إحنا نعتب على الجيش هسا ويعتبون وهذا الجيش وضع جمع عناد وحكي جمع عناد. هي وين لقت الجيش؟ وين لقوا العسكرية؟ ها؟ أه؟ نعم. جيش هسا تعتبون وش لقى الجيش قبل؟ نعم. ما نعتب، إحنا على الجيش هذول العجم. حياتي. نعم. جمعنا وقال فلان وقال ليش قبل الجندي اذا فات الجندي الناس تاخذ له تحيه. ايه هسه ضابط اني اصلا عندي لو يصير مو جمعنا لو يصير ابو جمعنا اني ولا اعتبرهم. حياتي. نعم. هسه انتم تعرفون على الجيش هذا وفلان سوى جمعنا ايش ضاره؟ ما ضار جمعنا ابويا. إذا راح جندي ولا راح أنا راح ابني يسوى أبو جمعنا. إيه. نعم. تقول لك راح ابني يسوى جمعنا وعاونا ولو أنا مش من دي الفترة بس خلي يروحون ملتين هم تاخذين ولدهم وظناهم ورايحين على أمريكا وعلى الخارج وعلى إيران. ترى كلهم بإيران. إيه. حياتي. نعم. استاذ ازل احنا ما نعتب هسه، احنا المفروض عيب حتى الناشد عيب، لا انتزعنا من الناشدة. قال فلان وحكى فلان وقال جمعناد وقال انتزعنا اصلا عيب علينا الناشد، احنا داعبين خلفكم على جمعناد وربعه. ما رأيت لما؟ نعم. حياتي وانا ممنونه واسف على الازعاج. سلمك يمي سلمك. لا العفو العفو ماكو اي ازعاج، هذا برنامج لكم ومنكم. وهو موجود حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع. شكرا لك أم يوسف.
ابو مروه من كربلاء، حياك الله. الله يحييك، السلام عليكم اخي. عليكم السلام ورحمه الكرامه غاتي. اخي انا كمواطن انا استهضم والله من اسمع مؤسستنا العسكريه بهاي الصوره. نعم. يعني انا جندي مكلف بالجيش. نعم. بس ما كانوا يجيبون الشهيد يجيبوه مع 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 وصيه للمأمور ان يسلم جثمان الشهيد بكل لطف وبكل امانه، وذاك التشيع المهيب والدفن والتغسيل بحيث اهل الشهيد والله والله يشيعون هم مرفوعين الراس. لكن اليوم انا اسف الى عائله الشهيد عند ما اسمع وياخذون فلوس البنزين ما نقل الجثمان، وكانه كنا نسمع المعدوم ياخذون فلوس الطلقه من اهله. نعم. هذا شنو ماخذي معدوم؟ هو هذا جيش التكانون؟ هذا هاي المؤسسه العريقه؟ سمعوا يا حكومه، المؤسسه لا حد يتلاعب بها ويسيد. هاي المؤسسه تابعه للدوله وانا ابن الدوله، وهاي المؤسسه مؤسستنا. العسكر لا تدخلوا بالسياسه، العسكر مال الدوله، هذا حافظوا على المؤسسه العريقه هاي. انا اشكرك اخي. شكرا ابو مروه. ابو محمد من صلاح الدين حياك الله. قال حي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلون صار الاحوال؟ هلا بيك يا الغالي. عمي انا مو بس العسكريه، ما العسكريه لها هيبتها، ما خلوا لها هيبه، ما خلوا لها قدر. نعم. ما خلوا لها قدر المؤسسه العسكريه، مو هي هيبتها. هذا جيش العراق مو هين، هذا سور الوطن مو هينه. هذه ليش هو هين جيش العراقي؟ يستهينون به هيجي بقدراته؟ هذا جيش العراقي، هذا المفروض مو يسووا، ما خلوا له قدر، لا الجندي لا الضابط لا كل شيء، ظل قدر. خلاص يلا منتهي بالصفقات، ما عايزنا كل شيء احنا. نعم. واليوم الله قال داش وقال ماش وقال ما ادري شنو. ما خلوا شيء بهالبلد هذا، ايش خلوا له؟ تجي على السريه، قبل السريه 300 ما تجي تلقى ما تلقى 20 3 واحد. هاي هيبه مال بلد. المؤسسه هي المعتمد عليها، هي وزاره الداخليه، ما خلوا لها هيبه، ما خلوا لها قدر. نعم. نعم، شكرا شكرا لك ابو محمد. ابو احمد من الرمادي حياك الله يا ابو احمد. يلا من جوا، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. الله يكرمك اخوي العزيز. يسلمك اخوي. بالنسبه للموضوع اليوم، وزير الدفاع، والله يعني استاسف اقول وزير الدفاع لانه رجال مو يعني مو شغلته. نعم. بالنسبه يعني كلامه كانه ان يحكي انه والله اقول للجندي روح، يعني احنا نجيب الجندي، اقول له يعني شلون يقول ينطي الامر ينفذ الواجب لازم يروح ينقتل. يعني هذا كلامه. وبعدين اول شيء حكى قال العفو، قال انا ضابط يموت هو الممنون. اي هو الممنون بالضبط، عافيه. أي. يعني هذا كلام مو ضابط مهني، يعني ضابط يعني يحكي هو عن نفسه يقول انا كنت ضابط مقاوير يعني نفس القوات الخاصه، وكنا نسوي هيك كنا نسوي هيك ويحكي. والله أنا قلت والله ما أعتقد يعني هذا الرجال كان ضابط مقاوير وكان عنده الإمكانية والالتزام والانضباط يعني ذاك الزمان. لو كان عنده الانضباط وكان عنده الالتزام ما صار بهذا المكان أو تقبل هذا المكان أو دخل بهاي الحكومة. لأن تعرف أنت الضابط المهني والضابط الشريف والعفيف واللي ما يريد يلطخ نفسه بيد هاي الحكومة الفاشلة ما نعم. ما دخل نفسه، يعني كائن من يكون اذا كان يدخل كضابط عادي، يعني كموضوع مؤسسه امنيه وموضوع مؤسسه عسكريه نقول يكون ضابط محترم ومؤدي مهنتك في الصوره الصحيح. مو والله اني ادز الجندي ابعث الجندي انطيه الامر
واقول له روح موت وانت من الميزان، شنو يابا على مال منه يعني؟ على مال منه يعني؟ نعم نعم نعم. يعني يعني كلامه غير منطقي. انت شنو والله يعني، انت شنو تأمر الجندي؟ هل انت مكمل الجهد الاستخباري عندك حتى من تأمر الجندي ولا روح؟ انت حاليا الجيش والعسكر حاليا جاي يعتمد على التكنولوجيا يا اخي العزيز، يعني مو يعني يرجع القديم، يعتمد على التكنولوجيا. نعم. يعني يعتمد على المعلومه الاستخباريه. نعم. أنا ما أدخل بهاي المعلومات ولا أدخل بهاي الأمور، يا يعني صراحة ما أحبها، بس أنا كرأي هذا الشخص لا يصلح لهذا المكان، يعني لا رجل غير مناسب في المكان. نعم. غير مناسب. وصلت أبو أحمد، شكرا جزيلا لانضمامك لنا ببرنامج صوتكم. بالنسبة إلى رسائل واتساب، جتني رسالتين. الأولى شكر إلى هيئة علماء المسلمين من الأحواز العربية لدعم الهيئة لقضية الأحواز. ورسالة ثانية تقول سلام عليكم أخي أفل. أخي أفل، هاي كلها تخطيط إيران والأحزاب، ما يدرون الجيش العراقي، ما يدورون الجيش العراقي. والله أتمنى من قناة الرافدين تركز على كلام الكاظمي من يحكي على الجندي. تحياتي لكم مشاهدينا الكرام. الجندي العراقي أو المواطن العراقي قبل كل شيء هو أساس هذا البلد، لازم رقم واحد قبل كل شيء. وحياة هذا المواطن أو الجندي هي من اختصاص وزارة الدفاع والداخلية، هم الاثنين المفروض يحمون هذا الجندي والمواطن، والجندي هو أداة لحماية المواطن. وعليه أنه لما يجي وزير الدفاع ويقول هو يعني يقتل أو يغدر أو يستشهد وهو الممنهون، يعني محملة من نية، يعني أكو هواية نقاط ضعيفة بهذا الأمر. فأنتوا كعراقيين شنو رأيكم بهذا الموضوع؟ أتمنى تجيبونا على هذا السؤال إن شاء الله بحلقات أخرى. ألتقيكم إن شاء الله يوم غد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم. في أمان الله.